عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. صباح الخير، صباح النور، صباح النشاط الحيوي والطاقة الإيجابية أحبابي. صباح لا نوستالجي، لا نوستالجي ديال الراديو ماروكان اللي كبرنا عليه كاملين. إن شاء الله يكون ملي سمعتوه أكيد رجعتوه بزاف ديال السنوات اللور. حتى أنا معكم شي حاجة زوينة، شي حاجة كانت مميزة في الإذاعة المغربية SNRT بالخصوص. صباح النور، صباح الخير، صباح بزاف ديال الحب تنصيفطو لكم والفطورات البلديين عمسي. صباح الخير عليكم كاملين احبابي. اليوم حبيت نهضر لكم على دوك الناس اللي تيقول لك صبحت على مش كحل، صبحت على كلب كحل، صبحت على واحد جار قواس، صبحت على كذا. هذه هضره خاويه، هذه زعما حنا المغاربه حنا يونيك، حنا بوحدنا، حنا ما يشبه لينا حد. حنا كنصبحوا بحول الله وقوته، راه خصك تفيق تحمد الله وتشكره انك حليتي عينيك باش تقدر تشوف الضوء ديال النهار. هاد الشيء علاش خصك تقول الحمد لله والشكر لله. والناس اللي تيقول لك صبحنا على الله، ما صبحنا على فلان، حنا كنصبحوا كاملين على الله. لهذا الانسان ما يتطيرش، ما يبقاش يقول بحال هاد الهضره اللي ما لايقاش. علاش؟ غادي تجيب لك غير الطاقه السلبيه ودوز واحد النهار مكفس، واخا ما تشوف فيه لا مشك حله لا نعجك حلاله لا كلبك حلاله. شنو هو داكشي اللي كتقولوا؟ بزاف ديال الحب، بزاف ديال النشاط الحيويه والطاقه الايجابيه في هذا الصباح كنصيفطها لكم فين ما كنتوا احبابي. كنموت عليكم انا كيف العاده، تمتعوا ليا مع هاد الانغام الجميله ديال لا نوستالجي ماروكان الكل من تيسمعني من المشرق للمغرب ومن الشمال حتى الجنوب. احبابي اللي هضرنا عليهم كيصبحوا بهذا المورال هذا، كنقول لكم من هذا المنبر هذا، راه الانسان راه اي حاجه تتصبح عليها اول حاجه تديرها ملي تتحرك من الفراش ديالك عرف على اساسها غيبدا اليوم ديالك كيما بغات تكون، زوينه ولا خايبه. لهذا حاول وانت ملي فقتيو في الفراش ديالك احمد الله وشكرو وقول الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني واليه النشور، وفرح انك راك صبحتي في الحياه، وضحك واخا غير ضحكه، غير ضحك صيفط اشاره للدماغ انك ضحكتي، لانه العقل الواعي ما تيفرقش ما بين اللي صح واللي ماشي صح. لهذا انت غير ابتسم هذيك ابتسامه، علاش غتصيفط له رساله انا فايق فرحان ونهارك غيدوز زوين. وهذا الشيء راه كاين، ماشي حنا تنجيبوه من الفراغ، هذا الشيء علمي وكاين ومثبت. ولا بغيتي تجرب جرب، وبغض النظر على هذوك الافكار راه كاينين عندك غير انت في راسك. الناس اللي كيعيشوا بحال هكا وتيفيقوا الصباح تيهضروا بهذه الطريقه هذه، هذاك الشيء عندهم غير هما في روسهم هما، حيتاش كبروا فيه ولا كان في شي لونتوراج اللي هما تيعيشوا فيه او تيسمعوه من صغرهم. وهذه حاجه طبيعيه ان الانسان هاد الحوايج غينسقوا فيه ولا بغى يحيدهم. اكيد الاراده لا فولونتي اي لا فوليا بالطاليانيه كما تيقولوا، الا كانت عندك اكيد غتحيد بزاف الحوايج من حياتك. كيف العاده كنموت عليكم، تنحبكم انا، كنصيفط لكم بزاف ديال الحب، بزاف ديال النشاط في هذا النهار هذا. دوزوه ان شاء الله بالخير والتيسير والرزق الكبير. جمعه مباركه عليكم كاملين احبابي، كنتمنى لكم ان تري بون جورني. تبارك الله عليكم، خليت لكم الراحه، في امان الله.